ندخل على عينات الليكويد، اول حاجه لازم تبقى مهمه بالنسبه لنا ان احنا نشوف العينه عندي بتدوب ولا مش بتدوب. فلو على سبيل المثال عاوز اوريكم عينه بتدوب بيبقى عامل شكلها عامل ازاي. فور اكزامبل عينه الفورمالدهايد من العينات اللي انتوا هتعرفوا ان هي بتدوب. لو حطيت شويه وحطيت بعد كده عليها ميه ديستلد ووتر هتعرفوا ان هي بتعمل وان فيز طبقه واحده، معناها ان هي دايبه. طبعا لو الناس عاوزه تتاكد يعني ايه مش دايبه هجيب عينه تانية زي البنزل ديهايد. عينه البنزل ديهايد هي عينه مش بتدوب. فلو خدنا شويه وحطيت عليها شويه ديستال دووتر شايفين الفرق، اعتقد فرق شاسع بين دي وبين دي. دي واضح ان هي عينه مش دايبه، والطبقه الفاصله طبقتين كبار عشان ما حدش يقول لي طبقه واحده، لكن دي طبقه واحده بس. حتى لو انا جيت عملت شيك اللي هي طبقتين تحس ان هي تعمل كور زيت، تعمل كور زيت. ماشي يا دكاتره؟ يبقى انا كده عرفت العينه مين دايبه ومين مش دايبه. طيب بعد ما عرفت العينه مثلا جيت عمل العينه بتاعتي لقيت العينه مش دايبه. مش دايبه يبقى انا عندي احتمالين، مش دايبه معناها انميسبل، معناها احتمالين، يا اما اسيتوفينون يا اما بنزال دهايد. وبالتبعيه اول تيست هتعمله عشان نفرق هو تيست الصوديوم نيتروبروسايد اللي هو بيطلع بوزيتيف مع الاسيتوفينون. فلو جبت الاسيتوفينون وحطيت منه شويه هنعمل الصوديوم نيتروبروسايد تيست اللي فيها هتجيب ادي الصوديوم نيتروبروسايد وادي ال ان او اتش الريجنت اللي هنستخدمها. هجيب الصوديوم نيتروبروسايد وانتم شايفين لونه عامل ازاي، هنحط عليه 1 مللي تقريبا، وبعد كده هنحط عليه 30% ان او اتش. هتلاقي مره واحده دي بقى لونها احمر غامق. اول ما يطلع معانا احمر غامق ده معناها ان انا عينتي اسيتوفينو، وهتحسوا حتى الاحمر بتاعها فاصل طبقتين. ليه؟ عشان هتعرفوا ان ال ان يو اتش اصلا ما بتدوبش مع الاسيتوفينو. منظر عامل كده اهوت، حاسس فاصل طبقتين، حته حمراء تقيله قوي وحته فاتحه شويه. كده معناها ان انا اسيتوفينو. طب ايه الكونفيرماتري تيست اللي يتاكد ان انا اسيتوفينو؟ هنعمل تيست الايودوفورم. الايودوفورم ده بنعمله ازاي؟ هنجيب انبوبه فاضيه نحط فيها شويه اسيتوفينو، وبعد كده هنحط عليها طبعا الريجنت اللي هنستخدمها فيها هو الايودين وال 30% ان او اتش. في الاول هنحط عليها ان او اتش حوالي 4 مللي 30%، وبعد كده هنحط عليها الايودين. هنحط ايودين لغايه امتى؟ لغايه ما العينه عندي تصفر. طبعا لو انا حطيت الايودين وعملت شيك هتحس ان شويه بشويه العينه عندي عاوزه تفصل، ولو سمحت لها ان هي تفصل طبقتين معناها ان انا ما بعملش شيك كويس والتفاعل مش هيحصل. فبالتالي لازم كل شويه اقعد اعمل شيك واحط ايودين. بعد ما حفظت او عرفت اطلع الايودين بتاعي او الانبوبه بتاعتي لونها مصفر حتى لو اصفر غامق شويه، هنحط نفسنا على الووتر باث لمده ربع ساعه. شرط لازم تكون محافظ على صفار العينه طول ربع ساعه. طبعا انا استنيت شويه علشان اوريكم ان هو ممكن يبقى فاصل طبقتين ازاي بالمنظر ده، وده حاجه مش كويسه، لازم يبقى كله طبقه واحده. عشان كده احنا دايما نعمل شيك كويس بحيث ان الاصفر كله يبقى طبقه واحده. بعد ما يبقى كله طبقه واحده زي دلوقتي كده نبدا ندخل نفسنا في الووتر باث ونعمل شيك كتير واحنا جوه الووتر باث. طبعا بالووتر باث كل شويه، طبعا لو خدت بالك ان الطبقه كلها مصفره دلوقتي اهيت، كل شويه نقعد نعمل شيك اللي كل شويه نقعد نتفرج على العينه بتاعتنا، عشان كمان شويه هتلاقي العينه بتاعتنا الالوان الاصفر بتاعها بقى فينت او بقى راح اللون تماما. لو حد ياخد باله انا دايما داخل على اللون الابيض، فعشان كده هحط ايودين تاني. لو حد هياخد باله هيبقى في الفرق اهوت ان اصفر تاني معايا، ساعتها هعمل شيك تاني واحط نفسي على الووتر باث. هقعد اسخن بالمنظر ده ان انا كل شويه اطلع وادخل واتفرج على العينه، كل ما اللون عندي يصفر بتاعي يبقى هات او يبقى فينت احط معاه ايودين تاني. يا ريت في نص التجربه بسبب ان احنا بنحط ايودين كتير نبدا نحط ان يو اتش 3 مللي 4 مللي، ده بيخلي التفاعل احسن واسرع وعشان يطلع في الاخر الكريستالات الصفراء. هنفضل كده لمده ربع ساعه وهوريكم الفرق في الاخر عامل ازاي. ربع ساعه من الشغل هتلاقي عندك الراسب بدا يظهر لك تحت اهوت. وطبعا الناس اللي عندها الراسب ممكن ما يبقاش واضح معاهم قوي، ممكن ساعتها نجيب الانبوبه بتاعتنا ونحطها على الووتر نسقعها قصدي تحت الحنفيه علشان يبان عندنا الراسب عامل ازاي. ده منظر الراسب اهوت عامل كده في القعر بتاع الانبوبه. جينا عملنا الدوبان ما دابتش، يبقى زي ما احنا قلنا عندنا احتمال من اتنين، يا اما اسيتوفينون يا اما بنزل دهايد. احنا اسيتوفينون عرفنا انها هيطلع احمر مع الصوديوم نيتروبروسايد. طيب افرض ما طلعش معانا احمر يبقى الاحتمال ان هو بنزل دايت. اتاكد ازاي؟ عندك تستين، يا اما عندك كانيزارو وده صعب وطويل، يا اما عندنا صوديوم بايسلفايد وده الاسهل
وهيطلع بسرعه. نجيب البنزالدهايد نحطه في انبوبه بالمنظر ده، وكل اللي هنعمله هنحط عليه ازازه او ريجنت اسمه صوديوم نيترو بروسايت، هيطلع يفصل معانا طبقتين بالمنظر ده. اول ما يفصل معانا طبقتين يبقى انا كده بوزيتيف، يبقى انا معايا بنزالدهايد. هنتكلم على الليكويد اللي هي بتبقى ميسبل، يعني بتدوب في الميه. فور اكزامبل هنوري دلوقتي مثال دلوقتي، ده احنا نجيب تيست تيوب فاضيه ومثلا نجيب حاجه زي الاسيتيك اسيد، ده من الليكويد اللي هنعرف ان هو ميسبل. هناخد منه شويه ماشي، بس هي بايظه شويه. هناخد شويه اسيتيك وبعد كده هنحط عليه ميه ديستلد ووتر، هنعرف على طول ان هي بقت 1 لاير، وما دام بقت 1 لاير يبقى هي كده ميسبل. طيب لو هنعمل بعد كده عشان عرفنا ان هي ميسبل، هنعمل تيست الفوران. تيست الفوران ممكن اكمله على تيست الميسبيليتي، ان انا اجيب الميسبل وميه ونجيب عليها صوديوم كربونيت سوليد، هيحصل فوران. بص كده زي ما انتم شايفين كده، تيست الفوران عامل زي فوران البيبسي اللي بيطلع فوق سطح الليكويد كده. معناها لو العينه فارت يبقى انا عندي احتمال من اثنين، يا العينه اسيتيك يا العينه لاكتيك. نتاكد ازاي؟ ممكن نعمل الكونفيرماتوري بتاع كل واحد. فمثلا لو جبنا اللاكتيك اسيد الكونفيرماتوري بتاعه، نجيب حاجه اسمها الايودوفورب. فمثلا ده الايودوفورب، ده اللاكتيك اسيد، هنحط عليه تقريبا 4 مللي 30% اني او اتش، 4 مللي 30% اني او اتش، وبعد كده هنحط عليه ايودين، حط عليه ايودين شويه بشويه لغايه عندي ما يصفر. طبعا لو انا حطيت الايودين وطلع معايا اللون بني على طول كده، معناها ال NO H بالنسبه لي قليل جدا، فاضطر هزود معاها كميه ال NO H. هنزود كميه ال NO H ونعمل شيك، هتلاقيه بقى فاتح شويه، معناه انه بدا يصفر سنه معانا. اقعد اعمل شيك واحط ايودين كده، بقى عندنا مسفر لونه اصفر. هروح احطه على الووتر باس لمده ربع ساعه زي ما احنا قلنا من شويه او في التجربه اللي قبل كده، وبعد كده بعد الربع ساعه هيطلع معانا راسب من تحت لونه اصفر. طبعا عشان ده معمول بقاله فتره فبالتالي هو غاب شويه، فطبعا هيطلع لون. لو طلع معانا الراسب يبقى معناه ان هو لاكتيك اسيد، ما طلعش راسب يبقى هو معناها اسيتيك اسيد. وغير كده ولا كده، حتى الاسيتيك اسيد زي ما احنا برده قلنا في التجارب اللي فاتت، احنا ممكن نعمله الاستريفيكيشن مع الايثانول. ان احنا بنجيب ادي الايثان اسيتيك اسيد ونجيب عليه تيست تيوب فاضيه ونحط شويه منه تقريبا 1 مللي من الاسيتيك اسيد، وبعد كده هنجيب ايثانول كده، نجيب الايثانول ونحط بعد كده الاسيتيك اسيد ونحط عليه ايثانول تقريبا ايكوال اماونت، لو ده 1 مللي يبقى ده 1 مللي، وبعد كده نحط عليه H2SO4 قد ايه؟ تقريبا برضو 1 مللي على الجدار شويه بشويه. هجيب بعد كده تيست تيوب ديت زي برضو ما شرحنا من شويه، ونحط على الووتر باس لمده 5 دقايق، وبعد كده نيجي نشم هنلاقي الريحه معانا طلعت ريحه روتن ابل. ايه دلوقتي لو عينتي زي ما احنا قلنا ليكويد وبتدوب في الميه، جيت عملت الفوران وما فارتش، يبقى انا كده فاضل لي احتمالات كتيره. على سبيل المثال هندخل احتمالات ان هي اسيتون ولا لا، نعرف ازاي ان هي اسيتون ولا لا. هوريكم اكزامبل، نجيب شويه من العينه اللي انا شاكك فيها ان هي تبقى اسيتون ولا لا، واحط عليها، هنعمل دلوقتي التست بتاع الصوديوم نايترو بروسايت، احط عليها بعد كده 30% ان او اتش 3 مللي ولا حاجه، وبعد كده نحط عليها 1 مللي من ريجنت اسمه صوديوم نايترو بروسايت. لو طلع احمر يبقى انا اسيتون زي كده بالظبط، ده طلع احمر معناه ان انا اسيتون كده، اريح دماغي. ده لو في حياتي ان انا اسيتون. طيب افرض ان انا ما طلعش معايا الاحمر ده وطلع معايا نيجاتيف. طبعا لو نيجاتيف يعني ايه؟ نيجاتيف يعني تقريبا لون الريجن ده. طبعا في فرق شاسع بين اللونين، لو طلع اللون ده يبقى انا كده نيجاتيف، لكن لو طلع اللون الاحمر يبقى انا اسيتون، يبقى انا بوزيتيف. افرض ما طلعش اللون الاحمر وطلع اللي هو اللون نفسه بتاع الريجن بتاع الصوديوم نايترو بروسايت، يبقى انا كده عندي فاضل لي 3 احتمالات، يا اما جليسرول يا اما ميثانول يا اما ايثانول. ساعتها هنعمل التيست بتاع ايه؟ هنعمل التيست بتاع البوركس. تيست البوركس بيتعمل ازاي؟ ان انت بتحضر الاول بوركس ريجن. طب انا هحضر بوركس ريجن ازاي؟ هجيب باودر اسمه بوركس،
هجيب منه شويه واحطه في انبوبه فاضيه. بعد كده هحط عليه شويه ميه، سواء داب او ما دابش مش مشكله بالنسبه لي، المهم احط شويه ميه فور اكزامبل زي كده مثلا. وبعد كده احط عليه نقطه او اتنين بالعدد، مش لازم يدوب بس انا عامل شويه شيك صغيرين، نقطه او نقطتين بالعدد من ريجنت اسمه بي اتش بي اتش. لو خدت بالكم ان البي اتش بي اتش لونه كلرلس، هجيب منه نقطه او اتنين واحطه على العينه على الريجنت بتاعي. هتخدت بالكم ان هو لون بقى عندي بينك او فوشيا كده. انا حضرت بوركس ريجن. طيب هجيب تيست تيوب، هخليه على جنب دلوقتي. هجيب تيست تيوب دلوقتي احط فيها العينه، على سبيل المثال ممكن تطلع جليسرول. طبعا زي ما قلنا من شويه احنا كده حضرنا البوركس ريجن. طيب نعمل ايه؟ هنجيب تيست تيوب ونحط فيها الجليسرول بتاعنا كده، ده مثلا كده جليسرول. وهجيب بعد كده البوركس ريجنت اهوت واسحب منه واحط. تسحب منه قديها؟ طبعا هناخد من الملون ده نقطة او اتنين ونحطها على ده. هو عمال احط اهوت واللون بيروح، معنى ان هو راح كده. يبقى فيه احتمالين، يا اما جليسرول يا اما ميثانول. طب نتأكد ازاي؟ هناخد التست تيوب دي اللي هي ضيعت اللون ونحطها على الوتر باث لمدة بكتيره دقيقتين. بعد الدقيقتين دولت لو اللون فضل زي ما هو كلرلس مفيش حاجة تانية اتغيرت فيه يبقى هو جليسرول. لكن لو اللون رد تاني ورجع لي فيه بينك شوية، ده معناه ان هو زي ما احنا قلنا من شوية، لو عملنا التست بتاع البوركس مع الجليسرول هتلاقي ان اللون حصل له ديكلرايزيشن، اختفى. ومهما سخنت على الوتر باس هتفضل برضو اللون ديكلرايز او مفيش لون خالص. طب افرض عملت تست البوركس ودى اللون، وبعد كده جيت سخنت لقيت اللون رجع معاك تاني لون بينك، ده معناها على طول ان هو ميثانول. ساعتها ممكن تاكد لنفسك انك تعمل الاستريفيكيشن بتاعه، اللي انت بتجيب العينه بتاعتك اللي انت شاكك ان هي ميثانول وتحط عليها ساليسيليك اسيد H2SO4 ونسخن على الوتر باث لمده 5 دقائق، هيطلع معاك ريحه الوينتر جرين اودر. لكن افرض من الاول اصلا فضل زي ما هو اللون بتاع البوركس ديكلرايز مفيش لون خالص، ساعتها الاحتمال اللي فاضل هيبقى ايثانول. ممكن تاكد لنفسك بطريقتين، يا اما تعمل الايودوفور عشان هيطلع معاك بوزيتيف مع الايثانول، يا اما تعمل تيست بتاع الاستريفيكيشن اللي بيطلع روتين ابل اودر اللي هو كنا بنستخدم فيه العينه بتاعتك اللي هي الايثانول ونحط عليها اسيتيك اسيد H2SO4 ونسخن لمده 5 دقائق على الووتر باث، هيطلع معاك على طول ريحه الروتين ابل اودر.